بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة نتكلم على الشابتر الجديد اللي هو fluid flow، اللي هو انسياب المواقع. وطبعا احنا عارفين ان الفلويدز منقسمة لليكويدز وجاسز، فاحنا هنتكلم على الفلو of liquids and gases. يمكن هنكتشف بعد كده ان احنا هنتخصص في الفلو of liquids، لكن بصفة عامة احنا بنتكلم على fluid flow، flow لليكويدز او gases. طبعا لما هنيجي ندرس الفلويد فلو هنتكلم على الايديال فلويدز. طبعا مفيش اي فلويد في الدنيا ايديال مثالي، بس احنا علشان نتعامل مع رولز سهلة ونتعامل مع بروبلمز سهلة هنتكلم على الفلويدز اللي هي تعتبر ايديال فلويدز مثالية. تمام، في البداية لازم نعرف ايه الفرق ما بين compressible fluids و non-compressible fluids. ال compressible fluids اللي هي fluids الدنستي ليها بتتغير variable density، ده معناه ان الدنستي بتاعت الفلويد depends على ال pressure. يعني النوع ده من الفلويدز لو انا زودت عليه البريشر ضغطته الفوليوم بتاعه هيقل، ولما الفوليوم يقل والماس طبعا ثابته تتغير الايه الدنسيتي. تمام، كل ما زودت البريشر الفوليوم يقل والدنسيتي اللي هي بتساوي الماس على الفوليوم طبعا تزيد. فدي مواقع قابلة للانضغاط، تقدر تضغطها، ولما تضغطها الدنستي بتاعتها تتغير. النان كومبريسبل فلويدز دي فلويدز ليها كونستانت دنستي مهما غيرت البريشر، يعني لو زودت البريشر عليها تقريبا الفوليوم ما بيتغيرش، وطالما الفوليوم ما اتغيرش والماس ثابتة يبقى الدنستي بتاعتها تعتبر ثابته. طبعا في الحقيقه مفيش حاجه اسمها نون كومبريسبل فلويد. انا لما بزود البريشر على اي فلويد لازم الفوليوم هيقل، ولو هيقل بحاجه بسيطه جدا، ولو قل الفوليوم الدنستي تزيد، يعني الدنستي تتغير. بس النون كومبريسبل فلويدز دي بعتبر تقريبا بزياده البريشر الفوليوم مش هيتغير، او التغير في الفوليوم نيجلكتد، وطالما الفوليوم ما اتغيرش يبقى الدنستي ثابته. طبعا لما نيجي نتكلم على النوعين دول من الفلويدز واضح النون كومبريسبل فلويدز زي الليكويدز، معظم الليكويدز او تقريبا كل السوائل الليكويدز مهما ضغطتها مهما زودت عليها البريشر الدنستي بتاعتها بتفضل ثابته، لانها ما بتضغطش الفوليوم بتاعها بيظل ثابت تقريبا طبعا، وبعتبر ساعتها ان الدنستي بتاعتها ثابته مهما غيرت البريشر. بينما الجاسز لو انا زودت البريشر بتاعها ولو حاجة بسيطة ألاقي إن الفوليوم يقل بمقدار كبير، يعني مقدرش مع الجاسز أهمل تغير الإيه الفوليوم. علشان كده الجاسز كلها قابلة للانضغاط، الدنستي بتاعتها هتتغير لو أغير الإيه البريشر. يعني الكمبريسبل فلويدز تشمل الجاسز والنون كومبريسبل فلويدز تشمل الايه الليكويدز. هنا الدنستي ثابته، هنا الدنستي بتتغير مع البريشر. عايزين بقى نتكلم على الكونديشنز فور ايديال فلو. امتى اقدر اعتبر ان الفلو اللي عندي ايديال مثالي،
وانا يمكن قلت قبل كده ان احنا هنتخصص فقط في الايديال فلو. الايديال فلو اللي هو للايديال فلويدز. ايديال فلو ينطبق عليه عدة شروط. اول حاجة ان الفلويد اللي بيحصل له فلو ده انكمبريسبل، يعني غير قابل للانضغاط، يعني الدنسيتي بتاعته ثابتة. واضح طبعا ان انا لما هتكلم على الايديال فلو هيبقى كل كلامي على الليكويدز، طالما ان الشرط الاولاني للايديال فلو ان الفلويد يبقى انكمبريسبل، واحنا قلنا الانكمبريسبل فلويدز اللي هي تشمل الليكويدز، يبقى انا كل كلامي هيكون على ليكويدز وليس جاسز. يبقى اول شرط ان يبقى عندي الفلويد انكمبريسبل. الشرط الثاني ان الفلو يكون ستيدي فلو، ودي مهمه قوي. يعني ايه ستيدي فلو؟ معناها ان الفيلوسيتي للليكويد او الفلويد عند بوينت محدده بيكون ثابت. اهم حاجه تقول ان ثابت، ما بيتغيرش مع مين؟ مع التايم. انا ممكن عندي الليكويد الفيلوسيتي بتاعته تتغير من بوينت لبوينت، يعني لو عندي بايب بتضيق، بايب واسعة عند المدخل بتضيق عند المخرج، فعند المدخل الفيلوسيتي قليلة وعند المخرج الضيق الفيلوسيتي بتزيد، يعني الفيلوسيتي بتتغير من بوينت لبوينت. بس مش هو ده الستيدي فلو اللي انا اقصده. اللي اقصده بستيدي فلو ان الفيلوسيتي ثابته عند سيرتن بوينت، عند بوينت محدده ما بتتغيرش من لحظه للحظه، يعني كونستانت ويز ريسبكت تو تايم، بالنسبه لمين؟ للتايم. ساعتها اقدر اقول ان الفلو ده از ايه؟ ستيدي فلو. الشرط الثالث ان ما يبقاش فيه فريكشن. اللي هنا ما فيش فريكشن ما بين الفلويد موليكيولز، يعني مفيش فيسكوسيتي. الفيسكوسيتي دي هندرسها بعدين ان شاء الله. الفيسكوسيتي دي اللي هي اللزوجة اللي هي بتنشأ عن الفريكشن ما بين الموليكيولز. انا هنا بعتبر ان الفريكشن بزيرو ما بين موليكيولز الفلويد وبعضها، وحتى كمان ما بين مولكيولز الفلويد والبايب اللي ماشي فيها الفلويد، يعني بعتبر الفريكشن بجميع انواعه زيرو. يعني بعتبر ان الفلويد بيتحرك جوه البايب بدون اي فريكشن. تمام، دي شروط الثلاثه، ولسه في شرط كمان رابع. لو شرط من الاربعه ما تحققش يبقى اللي عندي ده مش ايديال ايه فلو. شروط أساسية علشان أقدر أعتبر إن الفلويد اللي عندي بيحصل له ايديال فلو. الشرط الرابع علشان يكون عندي ستريم لاين علشان يكون عندي ايديال فلو، الشرط الرابع للايديال فلو إن الفلو ده يكون من النوع ستريم لاين فلو. والستريم لاين فلو على فكرة عكسه التربيلنت فلو، السريان الدوامي. السريان الدوامي عكس السريان المنتظم اللي هو بسميه ستريم لاين فلو. يعني ايه ستريم لاين فلو؟ او ساعات بيسموه لامينر فلو، يعني ان السائل بيتحرك كانه بيتحرك في طبقات. كل موليكيول من السائل ليه definite path، ليه مسار محدد، والمسارات دي وده اهم حاجه ما بيحصلهاش intersection، مش بتتقاطع مع بعضها. يعني كل موليكيول بيتحرك في مسار محدد، الموليكيول التاني بيتحرك في مسار محدد، والمسارات دي ما بتتقاطعش مع بعضها. يعني بالعربي كده كأن الفلو ماشي في طبقات، والطبقات دي
ما بتتداخلش مع بعضها. يمكن أنا دايما بشبه الستريم لاين فلو بحركة العربيات في الشارع، كل عربية ليها مسار محدد بتمشي فيه، تمام؟ والمسار ده ما بيتقاطعش مع مسارات العربيات التانية، يعني العربيات ماشية في خطوط منتظمة. التربلنت فلو اللي هو عكس الستريم لاين فلو، ده كل موليكيول بيتحرك في مسار، والمسارات دي ممكن تتقاطع مع بعضها، يعني بالعربي كده الموليكيولز وهي بتتحرك تخبط في بعضها. لكن لو عندي لامينر فلو أو ستريم لاين فلو، المسارات دي ما بيحصلش تقاطع ما بينها وبين بعضها، تمام؟ يعني كل موليكيول يمر على النقطة دي تلاقيه ماشي في هذا الاتجاه، الموليكيول اللي بعده ماشي في هذا الاتجاه، الموليكيول اللي فوق يجي بيتحرك في الاتجاه ده، الموليكيول اللي بعده بيتحرك في الاتجاه، والمسارات بتاعت الموليكيولز مش بتتقاطع مع بعضها. طبعا الستريم لاين فلو مش هيحصل الا لو كانت الموليكيولز او الفلو بيبقى بسرعة مش كبيرة، سرعة قليلة، يعني سريان بطيء مش سريان سريع. كل ما سرعة الفلويد زادت يبقى أنت معرض إن الفلو يبقى تربلنت دوامي، الموليكيولز بتخبط في بعضها والمسارات بتتقاطع مع بعضها. معنى كده اختصار بقى اللي قلناه، إن إمتى الفلو هأقدر أعتبره أيديال؟ أيديال أولا لو كان الفلويد اللي ماشي نون كومبريسبل، يعني ليكويد، يعني الدنسيتي بتاعته ثابتة ما بتتغيرش مهما غيرت البريشر اللي عليه. الشرط التاني لازم يكون عندي ستيدي فلو، يعني الموليكيول اللي بيمر بالنقطة دي عند النقطة دي ليه سرعة محددة، بعد فترة زمنية هلاقي إن الموليكيول اللي بيمر بالنقطة دي ليه نفس السرعة، يعني السرعة ما بتتغيرش عند نفس البوينت من لحظة للحظة، الفيلوسيتي ثابتة with respect to time. الشرط التالت إن مفيش فريكشن، لا في فريكشن ما بين الموليكيولز وبعضها، ولا في فريكشن ما بين الليكويد والبايب اللي ماشي فيه السائل ده، مفيش فريكشن، زيرو فريكشن. الشرط الرابع إن الفلو يكون في ستريم لاينز، والستريم لاينز دي ما بتتقاطعش مع بعضها، وكأن الليكويد بيتحرك على هيئة طبقات، والطبقات دي مش بتتداخل مع بعضها، سريان منتظم، تمام؟ لو الشروط الأربعة دي اتحققت يبقى أنا اللي عندي ده يعتبر فعلا ايديال فلو. طيب الشابتر ده معتمد على تو رولز أساسي، أي بروبلم بتحلها في الشابتر ده معتمد على تو رولز أساسيين. أي أبليكيشن أي تطبيق في الشابتر ده هيعتمد على التو إكويشنز دول. أول إكويشن اللي هي الكونتينيوتي إكويشن، ودي سهلة جدا جدا وبسيطة. لو أنا عندي هنا بايب، والبايب دي ليها إنلت وليها أوتلت، أو تقدر تقول عندي سيكشن نمبر 1 وعندي سيكشن نمبر 2. فالكونتينيوتي إكويشن بتقولك A1 V1 رو 1 تساوي A2 V2 في رو 2. طبعا الكونتينيوتي إكويشن دي بتتطبق عند سيكشن نمبر 1 وسيكشن نمبر 2 في أي بايب. ممكن السيكشن الأولاني ده يكون هو الإنلت والسكشن الثاني هو الاوتلت، بس مش شرط، اي تو سكشنز جوه البايب، يعني ممكن اعتبر ان هو ده سكشن نمبر 1 ومثلا هنا ده سكشن نمبر 2، مش لازم الانلت والايه والاوتلت. A1 هي الكروس سكشن اريا للبايب عند السكشن الاولاني، A2 ده الكروس سكشن اريا للبايب عند السكشن المقطع الثاني،
ال V1 سرعة السائل أو سرعة الفلويد عند السكشن الأولاني، V2 هي سرعة الفلويد عند السكشن الثاني. ولاحظ طبعا إن ال V1 لا تساوي ال V2 in general. الفلوستي ممكن تتغير من سكشن لسكشن، من بوينت لبوينت، تمام؟ لكن عمرها ما بتتغير عند نفس البوينت من لحظة للحظة. يعني الفلوستي بتتغير مع البوزيشن لكن ما بتتغيرش مع التايم. الرو 1 هي الدنسيتي بتاعت الفلويد عند الانلت، والرو 2 هي الدنسيتي بتاعت الفلويد عند الاوتلت. طبعا واضح ان الكونتينيوتي ايكويشن زي ما انا كاتبها كده دي تعتبر مطبقة على مين؟ على الفلويدز سواء ليكويدز او جاسز. يعني الكونتينيوتي ايكويشن دي جنرال ايكويشن لاي فلويد سواء ليكويد او جاز. لو ليكويد، وده اللي هعمله بعد كده، هكنسل رو 1 مع رو 2 على اساس ان الدنسيتي ثابته. لكن ان جنرال A1 V1 رو 1 بتساوي A2 V2 رو 2 لاي فلويد. لاي فلويد بيحصل له فلو بداخل بايب. زي ما قلنا الـ A ده كروس سكشن اريا، الـ V ده الفيلوستي، الرو ده الدنسيتي عند السكشن نمبر 1 و 2، يبقى ده بقصد بيه عند السكشن نمبر 2. يا هل ترى الاريا في الفيلوستي في الدنسيتي الملتيبليكيشن للثلاثه دول يدي ايه؟ لو انا اشتغلت باليونتس، طبعا الاريا بالمتر سكويرد، الفيلوستي متر بير سكند، الدنسيتي كيلو جرام بير متر كيوب. الاقي ان المتر سكويرد والمتر يروحوا مع المتر كيوب، يطلع كيلو جرام بير سكند. وكان الملتيبليكيشن للتلاتة دول بيدي الماس اوف فلويد اللي بتمر كل ثانيه. A1 V1 رو 1 ده ماس الفلويد اللي داخله كل ثانيه. A2 V2 في رو 2 ده هيدي ماس الفلويد اللي خارجة كل ثانية. وطبعا الماس إن كل 1 سكند دي لازم تساوي الماس أوت كل 1 سكند. هي دي الكونتينيوتي إيكويشن. معنى كده أن أنا أقدر أكتب الكونتينيوتي إيكويشن M1 دوت تساوي M2 دوت. الـ 1 والـ 2 بيعبروا عن سيكشن نمبر 1 وسيكشن نمبر 2. الـ M دوت هي الماس ريت. الماس ريت يعني ماس الفلويد كل ثانية، اللي داخلة كل ثانية أو اللي خارجة كل ثانية. ما تنساش ام دوت بسميها الماس فلو ريت. الماس فلو ريت عند الان بيساوي الماس فلو ريت عند الايه؟ الاوت. لو انا بقى كان عندي الفلويد انكمبريسبل، ساعتها اقدر اكنسل الدنسيتي مع الدنسيتي، رو 1 مع رو 2، على اساس ان الانكمبريسبل فلويد اللي هو الليكويد يعني الدنسيتي تعتبر ثابته. ساعتها الكونتينيوتي ايكويشن توضع على الصوره A1 V1 بتساوي A2 V2. طب يا هل ترى بقى الاريا في الفيلوستي تدي ايه؟ الاريا بالمتر سكويرد، الفيلوستي متر بير سكند، يعني الملتيبليكيشن ده يبقى متر كيوبد بير سكند. ومتر كيوبد بير سكند معناها الفوليوم فلو ريت، يعني فوليوم الليكويد اللي داخل كل ثانيه يساوي الفوليوم بتاع الليكويد اللي خارج كل ثانيه. وساعتها تبقى الكونتينيوتي ايكويشن A1 V1 بتساوي A2 V2. وبرمز للفوليوم فلو ريت بالرمز كيو، Q1 تساوي Q2، يعني كيو ده رمز الفوليوم فلو ريت متر كيوبد بير سكند، والام دوت ده رمز الماس ريت اللي هي كيلو جرام بير سكند، تمام؟ وطبعا طالما احنا هنتخصص في كلامنا عن الليكويدز، فالتو ايكويشنز شغالين معانا.
نقدر نستخدمهم. A1 V1 رو تساوي A2 في V2 في رو، والرو هي الرو، وكمان A1 V1 يساوي A2 V2. يعني الماس ريت تعتبر ثابتة، وكمان الفوليوم ريت يعتبر ثابت طالما أنا بتكلم على ليكويدز. هنيجي نتكلم هنا على بروبلم، اللي هي بروبلم في البداية 1 و2 لطلبة برامج، وهي موجودة في الشيت بتاع طلبة جنرال اللي هي رقم 2 و3. عندي هنا كونتينر، والكونتينر ده الكاباستي بتاعته ساعته 0.07 متر كيوبد، يعني هو بيساع سائل 7 من 100 متر كيوبد. ده فوليوم السائل اللي هو أو فوليوم الكونتينر نفسه. بملاه بهوز خرطوم كده، الخرطوم ده الديامتر بتاع المخرج بتاعه 2 سنتيمتر، ده الديامتر، يعني الراديوس للمخرج بتاع الخرطوم 1 سنتيمتر. وبيقول لي دلوقتي عايز يملى الكونتينر ده في دقيقة، يعني يملى فوليوم مقداره 0.07 متر كيوب في 1 مينت. تمام، لو قسمت الكونتينر فوليوم على التايم اقدر اجيب الكيو الفلو ريت. تمام، يعني بالعربي الخرطوم ده لازم يطلع 1.1667 متر كيوبد كل ثانية، كل ثانية يملى 1.1667 متر كيوب كل ثانية علشان أقدر أملى الكونتينر ده خلال 60 ثانية. طب أنا أعرف إن الفوليوم ريت A في V هو عطيني هنا الراديوس بتاع الهوز اللي هو الخرطوم باي R سكويرد، ده الكروس سكشن اريا اللي خارج منها المية. أقدر أعوض وأجيب الفيلوستي اللي خارج بيها السائل من الخرطوم ده، تطلع 3.71 متر بير سكند، دي سرعة السائل اللي خارج من الخرطوم. بيقول لي طيب لو الهوز ده ركب له نوزل، يعني ركب له فتحة مخرج ضيق، اللي هو النوزل ده مخرج أضيق من الخرطوم. تمام، وكان بعد ما ركب النوزل دي لقى ان الفيلوستي هتزيد الضعف، يعني الفيلوستي اللي خارجه من الخرطوم بدل ما هي 3.71 هتبقى الدبل، دي الفيلوستي الجديده هتزيد الضعف، بس الفلوريت هتقل للنص. يعني بالعربي كده بدل ما حامله الكونتينر ده في دقيقه حملاه في دقيقتين، لأن الفلو ريت اللي طالع من الخرطوم هتقل للنص، دي الفلو ريت الجديدة. تمام، 1.1667 10 to power minus 3، للأسف أنا ناسي هنا 10 to power minus 3 ما تنساش، على 2 هتساويها ب باي الراديوس الجديد سكويرد، ده بعد ما ركبت النوزل، في الفيلوستي الجديدة اللي هي قالك بقت الدبل الضعف. تقدر تجيب الراديوس الجديد اللي هو الراديوس بتاع الايه النوزل اللي انت ركبتها للخرطوم. بروبلم طبعا سهلة وما فيهاش اي صعوبة. نيجي بقى للرول الثاني المهم في الايديال فلو، برنولي ايكويشن، معادلة برنولي. علشان نفهم برنوليز ايكويشن دي هعتبر عندي هنا بايب، والبايب دي بتضيق الانلت اوسع من الاوتلت، والبايب دي كمان بتعلى، يعني الانلت قريب من الارض والاوتلت بعيد عن الارض. الوان ده يعبر عن سيكشن نمبر 1، والتو ده يعبر عن سيكشن نمبر A1 زي ما قلنا cross section area للبايب عند الانلت، A2 عند السكشن الثاني اللي هو ممكن يكون الاوتلت، V1 الفيلوستي عند السكشن الاولاني، V2 عند السكشن الثاني،
H1 ده الهايت بتاع سنتر السكشن الأولاني عن الأرض، والتو H2 ده عبارة عن الهايت للسكشن التاني للسنتر عن الايه؟ الأرض. هنا دلوقتي عندي الـ P ده بريشر، يعني لو قلت P1 ده البريشر للليكويد عند السكشن الأولاني، والـ P2 ده البريشر للليكويد عند السكشن التاني. فبرنولي إيكويشن بتقول إن V1 سكويرد على 2 بلس GH1 بلس P1 على رو تساوي V2 سكويرد على 2 بلس GH2 بلس P2 على رو. أول حاجة تلاحظها إن هنا الرو وهنا الرو مش كاتب رو 1 ولا رو 2، ده دليل على إن الرو ثابتة، ده دليل على إن برنولي إيكويشن بطبقها على ليكويدز، الرو ثابتة. طبعا ما أقدرش أضيع الرو مع الرو، ده هنا إيه مجموعين على بعض، لو في مالتيبليكيشن أقدر أشيل الرو مع الرو، لكن ما أقدرش كنسلهم. الرو ثابتة بس ما أقدرش كنسلها يمين وشمال. الـ V زي ما قلنا الـ velocity، الـ H هو الـ height، وهنا بقيس الـ height من reference line، والـ reference line ده الخط ده، الـ reference line ده أنت اللي بتختاره، شرطه الأساسي إن يكون horizontal parallel للأرض، يعني شرط أساسي إن الـ reference line اللي بتاخده ده اللي بتقيس منه H1 و H2 يكون خط أفقي horizontal parallel للأرض، تاخده هنا هنا هنا، المهم ينطبق عليه إن هو horizontal و parallel لمين؟ للأرض. ولما بتقيس الـ H بيكون من الـ reference line لcenter السكشن، لسنتر السكشن الأولاني، يبقى أنت بتجيب H1 من الريفرنس لاين لسنتر السكشن الثاني، يبقى أنت بتجيب كده HA2. تلاحظ حاجة، الـ V سكويرد على 2 دي بتعبر عن الكاينيتك انرجي، لأن الكاينيتك انرجي هي half mv سكويرد، بس الماس هنا مش مكتوبة، كأن الماس بواحد، علشان كده الفي سكويرد على 2 ده الكاينيتك انرجي لكل 1 كيلو جرام من الفلويد، جول بير كيلو جرام، تبقى دي الكاينيتك انرجي لكل 1 كيلو جرام من الليكويد. لو هي في 1 سكويرد على 2 تبقى الكاينيتك انرجي اللي داخل بيها كل كيلو جرام من الليكويد، لو في 2 سكويرد على 2 تبقى هي دي الكاينيتك انرجي اللي خارج بيها كل 1 كيلو جرام من الليكويد. طيب والترم جي اتش ده لو زودت له ام يبقى ام جي اتش، والام جي اتش دي اللي هي البوتنشال انرجي، بس طالما كني حاطط هنا الماس ب1 يبقى دي بتعبر عن البوتنشال انرجي لكل 1 كيلو جرام من الفلويد عند الانلت او عند الاوتلت، يعني برضو الترم جي اتش زي الترم في سكويرد على 2، الترمين دول كل واحد منهم اليونت بتاعته جول لكل كيلو جرام. بالتشابه بقى البي على الرو اللي هو الترم ده او الترم ده ان جنرال، بي على رو ده بيسموها البريشر انرجي ل 1 كيلو جرام من الايه؟ الفلويد. تمام، هي بتتسمى البريشر انرجي ل 1 كيلو جرام من الفلويد، اهم حاجه ان اليونت بتاعتها جول لكل كيلو جرام. والبريشر انرجي دي طبعا مش مطلوب منك تعرف جت منين، بس برضو تفهم ان البريشر انرجي دي هي عباره عن الورك اللي بيعمله البريشر علشان يحرك 1 كيلو جرام من الليكويد. تمام، ده الورك اللي بيعمله البريشر علشان يحرك، يعمل فلو
لواحد كيلو جرام من الايه الفلويد. هما بيسموها اختصارا بريشر انرجي لواحد كيلو جرام من الفلويد، يعني جول لكل كيلو جرام. تمام. وكأن برنولي ايكويشن بتقولك ان الانرجي عند الانلت تساوي الانرجي عند الاوتلت، انرجي الفلويد اللي داخل بيها تساوي الانرجي للفلويد اللي خارج بيها، بس طبعا الكلام ده لواحد كيلو جرام من الفلويد. تمام. total energy for 1 kilogram of fluid عند الانلت تساوي التوتال انرجي اللي خارج بيها الفلويد لكل برضو 1 كيلو ايه جرام. تمام. يعني تقدر تقول ان برنولي ايكويشن هي عباره عن conservation of ايه energy، جول لكل كيلو جرام، ده كل ترم اليونت بتاعته جول لكل كيلو جرام، وهي تعتبر conservation of ايه energy زي ما قلت لك. وطبعا لو انت فكرت في اللي مكتوب ده هتلاقي ان ده مستحيل في الحقيقة، في الاكتي والفلو، الفلو الحقيقي ده شيء مستحيل. ليه؟ لازم الفلويد يدخل بانرجي عالية يطلع بانرجي اقل. ليه؟ طول ما الفلويد بيحصل له فلو بيبقى فيه فريكشن، والفريكشن ده بياخد من الانرجي، بيقلل الانرجي. تمام. يعني لو الفلويد داخل ب10 جول، كل كيلو جرام من الفلويد داخل ب10 جول هيطلع ب9 جول، والواحد جول ده هيفقد في الفريكشن. تمام. بس طبعا طالما احنا بنتكلم على الايديال فلو ومعتبرين الفريكشن بزيرو، يبقى الانرجي الاسوشيتد المصاحبه لكل 1 كيلو جرام من الليكويد عند الانلت هتساوي الانرجي الاسوشيتد لكل 1 كيلو جرام من الليكويد عند الايه الاوتلت، زي ما قلت لك المعادله كونزرفيشن اوف ايه انرجي. وما تنساش الترم الاولاني كاينيتيك انرجي لكل 1 كيلو جرام، الترم الثاني بوتنشال انرجي لكل 1 كيلو جرام من الليكويد، والبريشر على الدنسيتي ده بيسموه البريشر انرجي، بما معناه ان البريشر بيعمل على الليكويد ورك بيدي الفلويد انرجي، بسميها بريشر انرجي لواحد كيلو جرام من الفلويد، ده الترم بي على ايه رو. اقدر اكتب برنولي ايكويشن بطريقه تانية، اضرب كل ترم في رو يمين وشمال، وما تنساش رو 1 هي نفسها رو 2، رو عند السكشن الاولاني هي نفسها عن رو عند السكشن الثاني، لان الدنسيتي معتبرها ثابته. وطبعا الدنسيتي ثابته ليه؟ لان انا بشتغل على نون كومبريسبل فلويد، يعني ليكويد مش ايه مش جاز. لو ضربت الطرفين لبرنولي ايكويشن فرو تاخد الشكل ده. طب يا هل ترى في سكورد على 2 كانت الكاينيتيك انرجي لكل 1 كيلو جرام لما تتضرب في الرو، الترم ده يعبر عن ايه؟ ما تنساش ان الفي سكورد على 2 جول لكل كيلو جرام، لما تتضرب في الدنست اللي هي كيلو جرام على المتر كيوبد، الكيلو جرام يروح مع كيلو جرام، يبقى الترم ده كله عبارة عن جول لكل متر كيوبد. احنا بنلعبها كده كيونتس، اليونتس هتفهمنا الترم ده بيعبر عن ايه. الترم ده بيعبر عن جول بير متر كيوبد، يعني هي الكاينيتيك انرجي لكل يونت فوليوم، لكل متر كيوبد من الليكويد اللي داخل او اللي خارج. طيب الرو في الجي في الاتش، الرو في الجي في الاتش تعبر برضو عن البوتنشال انرجي لكل 1 متر كيوبد من الليكويد. الترم التالت ده بي، ده البريشر انرجي، بس المرة دي مش بير يونت ماس، بير يونت فوليوم. تمام. وكأن بقى برنولي ايكويشن
ليها صورتين. الصورة اللي قبل دي كانت v squared على 2 plus gh plus p على rho تساوي v2 squared على 2، ويمكن هنا الرو منسية، هنا مضروبة في رو بس بلس رو جي اتش 2 بلس بي 2. الصورة دي الصورة الثانية، الصورة الأولانية اللي هي في سكورد على 2 بلس جي اتش بلس بي على رو بتساوي في 2 سكورد على 2 بلس جي اتش 2 بلس بي 2 على رو. الصورة الأولانية جول لكل كيلوغرام، بينما الصورة اللي قدامنا دي بعد ما ضربت في رو بقت جول لكل متر كيوبد. تمام؟ خد بالك من حاجة، الترم ده كله ايه اليونت بتاعته؟ جول بير متر كيوبد. الترم ده ايه اليونت بتاعته؟ جول بير متر كيوبد. والترم ده اللي هو البي 1 او حتى البي 2 ايه اليونت بتاعته؟ جول بير متر كيوبد. كل ترم من دول اليونت بتاعته جول بير متر كيوبد، لانه بيتكلم على انرجي لكل يونت ايه؟ فوليوم. تمام؟ هتقول لي طيب يبقى معنى كده جول بير متر كيوبد هي نفسها الباسكال. ما هو البي ده بريشر بالباسكال، وانا اثبتت لك ان الترم ده جول بير متر كيوبد. الجول اللي هو كيلو جرام متر سكويرد على سكند سكويرد على متر كيوبد، بعد الاختصار يبقى كيلو جرام على متر سكند سكويرد. والباسكال عبارة عن فورس على اريا، الفورس كيلو جرام متر على سكند سكويرد والاريا متر سكويرد، يعني برضو يطلع كيلو جرام على متر سكند سكويرد. معنى كلامي ان الجول لكل متر مكعب يكافئ الايه؟ الباسكال. اهم حاجة الصورة الثانية لرول برنولي كل ترم منه بيعبر عن جول لكل متر كيوبد. برضو خلي بالك من حاجة، واحد دي بتعبر عن السكشن الأولاني اللي بيبقى غالبا هو الانلت، والتو دي بتعبر عن السكشن الثاني اللي بيكون غالبا الاكسيت أو الاوتلت اللي هو الايه؟ المخرج بتاع البايب. عندنا هنا بروبلم تطبيق مباشر على الكونتينيوتي ايكويشن وبرنولي ايكويشن. بيقول لك عندي ووتر، واعطيك الدنسيتي بتاعت الووتر. فلو ان ا بايب، بحيث الفلو ريت اللي ماشي في البايب دي يملى 120 بوتل ازازة في دقيقة. تمام؟ كل إزازة من 120 زجاجة دول الفوليوم بتاعها 600 سنتيمتر كيوب. أنا في الأول كده هحسب الفلو ريت، الفوليوم فلو ريت. أنت عندك 120 بوتل، كل بوتل منهم الكباستي بتاعتها أو بتساع 600 سنتيمتر كيوب. دي إيه؟ الفوليوم بتاع كل زجاجة. تمام؟ فأنت عايز تملى 120 إزازة تضرب 120 في الفوليوم بتاع البوتل الواحدة، يبقى هو ده الفوليوم اللي أنت عايز تملاه في 60 ثانية اللي هي الدقيقة. يبقى أنت لازم الفلوريت اللي ماشية في البايب دي تبقى 1.2 10 to power minus 3 متر كيوب ده كل ثانية، يعني 1.2 في 10 سالب 3 متر مكعب من المية يمشي هنا يدخل او يخرج كل 1 سكند. ده علشان تقدر تملى 120 بوتل في 1 مينيت. تمام؟ جبنا كده الفلوريت، وطبعا الفلوريت دي فوليوم فلوريت عند الانلت او عند الايه؟ الاوتلت. دي البايب اللي بتملى الازايز ال 120 ازازه. تمام؟
بيقول لك البايب عند الاكزيت البريشر عندها 152 كيلو باسكال، يعني ده البي 2 عند المخرج، والكروس سكشن اريا 2 سنتيمتر سكوير. عطالك الكروس سكشن اريا عند المخرج على طول، ما عطالكش الراديوس وانت تجيب الاريا، لا ده عطالك الاريا على طول 2 سنتيمتر سكوير. عند البايب انلت، عند مدخل البايب، مدخل البايب which is 1.35 متر above الاكزيت، يعني المدخل فوق الاكزيت بواحد 35% متر، يعني بالعربي المدخل اعلى من المخرج ب 1.35 متر. عند الاكزيت الكروس سكشن اريا 8 سنتيمتر سكويرد، سوري ده عند الانلت 8 سنتيمتر سكويرد، عند الانلت 2 سنتيمتر سكويرد ده الاريا، يعني البايب نازله وبتضيق، يعني مستواها عند المدخل اعلى عند المخرج، والاريا هنا 8 الاريا هنا 2. اول حاجه طالبها الماس فلوريت كيلو جرام بير سكند. الماس فلوريت اللي انا جبته هنا ده كان الفوليوم فلو ريت، تمام. لو عايز الماس فلو ريت ام دوت بتساوي كيو فرو، ما تنساش كيو اللي هي اي في في، لكن الام دوت اي في في فرو، يعني اخد الكيو اللي انا جبتها اضربها في الدنسيتي بتاعت الميه يطلع 1.2 كيلو جرام بير سكند، يعني لازم البايب دي يدخل لها او يخرج منها 1.2 كيلو جرام من المية كل ثانية، دي الماس ريت. خد بالك ال 152 دي ده البريشر عند الاكزيت عند المخرج، الاريا A2 والاريا A1 جيفن عندك، وال H1 ماينس ال H2 ب 1.35 متر. يعني انا هنا اخدت الريفرنس لاين هنا عند الايه الاكزيت، يعني H2 بزيرو و H1 واحد 35% متر. لو انا خدت الريفرنس لاين هنا فانا عندي برضو ال H1 اكبر من ال H2 ب 1.35 متر، يعني ال 1.35 ده فرق الارتفاع ما بين الانلت والايه والاوتلت بغض النظر عن انت واخد الريفرنس لاين فين، الفرق في الارتفاع اهو جيفن 1.35 متر. طيب الكيو بتساوي ايه في في A1 V1 او A2 V2. انا عندي الاريا عند الانلت اقدر اجيب الفلوستي عند الانلت، عندي الاريا عند الاوتلت اقدر اجيب الفلوستي عند الاوتلت عند الاكزيت يعني، بس ما تنساش لما تعوض عن A1 و A2 هو عطيهم لك بالسنتيمتر سكوير، كده انا حولتهم لمتر ايه سكويرد عشان تطلع الفلوستي بالمتر بير سكند. طبعا تلاحظ ان الفلوستي عند المدخل قليلة وعند المخرج اكبر، لان المخرج بيضيق وكل ما الاريا اصبحت اقل كل ما الفلوستي ايه زادت. كده جبت الفي 1 وجبت كده جبت الفي ايه 2. هو كان طالب هنا الاكزيت سبيد، الاكزيت سبيد اللي هي عبارة عن ايه عن ال V2 اللي هي 6 متر بير ايه بير سكند. لو طلب منك الكاينيتك انرجي لكل كيلو جرام عند الانلت تجيبها ازاي؟ الكاينيتك انرجي لكل كيلو جرام هي عبارة عن V1 سكويرد على 2. عندك ال V1 تقدر تجيب الكاينيتك انرجي عند الانلت بير كيلو جرام. طب لو طلب الكاينيتك انرجي عند الانلت لكل متر كيوب، يعني لكل يونت فوليوم، يبقى V1 سكويرد على 2 فرو. لو طلب الكاينيتك انرجي عند المخرج لكل كيلو جرام، ده صيغة برنولي الأولانية،
تطلع في 2 سكويرد على 2. لو طلب الكاينيتيك انرجي عند المخرج لكل 1 متر كيوب يعني بير يونت فوليوم، تبقى في 2 سكويرد على 2 فرو. تمام. طيب هو طالب هنا الانلت بريشر، يعني عايز البي 1، هو عطيلك البي 2، عايز البي 1. انا هنا هعوض في برنولي ايكويشن، وعلى فكره انا كاتب برنولي ايكويشن في الصيغه الاولى بتاعتها، الصيغه الاولى اللي هي بر ايه، بر كيلوغرام. v1 سكويرد على 2 شمال، v2 سكويرد على 2 يمين، p1 على رو شمال، p2 على رو يمين، gh1 جبت لها جنبها gh2، بس طبعا اتنقلت هنا بالماينس. تمام. الp1 انا معرفهاش على رودنستي ب 1000، الv1 انا جبتها 1.5 متر بير سكند عوضت بيها، الg 9.8، h1 h2 ادي فرق الارتفاع، الb2 اعطيها لي بالكيلو باسكال، ضربتها في 10 to power 3 بقت باسكال على الدنسيتي، v2 طلعتها ب 6 متر بير سكند. من هنا اعوض، اقدر اجيب الp1 طبعا بالباسكال، هو كان طالبها بالميجا باسكال، ميجا يعني اقسم على 10 to power 6 10 أس 6. كان طالب الـ change في الـ potential energy per unit volume، الـ potential energy per unit volume اللي هي gh for rho. طالب الـ change في الـ potential energy يعني g rho gh2 minus h1، أنا أعرف الـ change دايما بيساوي الـ 2 minus الـ 1، رو جي اتش 2 ماينس اتش 1، اقدر اعوض واجيب الايه، التشينج في البوتنشال انرجي. تمام. بس على فكره ده بالنيجاتيف لازم، علشان اتش 2 اقل من اتش 1، يعني ده مقدار التشينج في البوتنشال ايه، انرجي بير يونت فوليوم، بس طبعا ده لازم يبقى بالايه، بالنيجاتيف. عايز الكاينيتيك انرجي بير يونت فوليوم عند الانلت، بير يونت فوليوم يعني في سكويرد على 2 فرو، ده الايه اللي عند الانلت، وكان ممكن يطلبه عند الايه، الاوتلت. هنتكلم بقى دلوقتي على اهم تطبيق عايزين نشتغل عليه لبرنولي ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن. أهم تطبيق عندنا في الشابتر ده فينشوري ميتر. أظن واضح من اسمه إن فينشوري ميتر ده جهاز، أي حاجة بتبقى فيها كلمة ميتر دي بيبقى جهاز، زي الأميتر بيقرأ الإيه، الكرنت، زي الفولتيميتر بيقرأ الفولت. الفينشوري ميتر ده يعتبر جهاز. It is used to measure the velocity or the flow rate for a liquid flowing in a pipe. يعني بيبقى عندي بايب وعايز اجيب velocity الليكويد اللي ماشي جوه البايب، او الفلوريت للليكويد ده جوه البايب، يعني المطلوب v او q. تمام. ال v velocity وال q هي الفلو ريت. طبعا انا لما اتكلم على فينشوري ميتر ده، وده جهاز to measure، وكلمة ميجر دي تفكرك بإيه؟ إن اللي أنا هتكلم عليه ده كأنه experiment، والexperiment دي to get to measure the velocity أو to get the flow rate. تمام؟ دي البايب الأساسية اللي أنا عايز أجيب خلالها الـ velocity أو الـ flow rate. أول حاجة بعملها في الexperiment دي بوصل البايب الأساسية بأوكسيلري بايب، بايب أضيق منها، كروس سيكشن اريا أصغر من البايب الأساسية. وما تنساش أنا مشكلتي اللي عايز أحلها إن أنا عايز أجيب الفيلوسيتي للليكويد اللي ماشي في البايب دي، أو عايز أجيب الفلوريت للليكويد اللي ماشي في البايب دي،
اول خطوة بعملها ان انا بوصل البايب ببايب اضيق منها، تمام؟ والاتنين بايبس الاتنين ليهم نفس الليفل، يعني الاتنين هوريزونتال بايبس، البايب الأساسية اللي أنا بشتغل عليها الاكسبيرمنت، والبايب اللي أنا جبتها من عندي اوكسيلري بايب، بايب مساعدة، تمام؟ أول حاجة هعمل تطبيق للكونتينيوتي ايكويشن، A1 V1 بتساوي A2 V2، تمام؟ سهلة جدا جدا، الأريا دي بتاعت أريا البايب الأساسية A2، أريا الأوكسيلري بايب أو البايب اللي هي الضيقة، ال V1 الفيلوستي إن، ال V2 اللي هي الفيلوستي اللي في البايب أو الجزء الضيق من البايب. Apply Bernoulli's equation B1 على رو بلس GH1 بلس V1 سكويرد على 2 بتساوي B2 على رو بلس GH2 بلس V2 سكويرد على 2. ولو تلاحظ أنا بحب دايما أحفظ برنولي إكويشن واستخدم الصيغة الأولى بتاعتها، الصيغة الأولى أسهل فيه الحفظ، اللي هي من غير إيه؟ مضرب في رو، اللي هي بريونت فوليوم ولا بريونت ماس؟ بريونت ماس، دي دايما اللي أنا ببدأ بيها، لو عايز التانية بضرب الطرفين في رو، تمام؟ هطبق برنولي إكويشن. أول حاجة ألاحظها إن H1 هي نفسها H2، حتى لو أنا خدت الريفرنس لاين هو الأكسس تبقى H1 بزيرو و H2 بزيرو، حتى لو خدت الريفرنس لاين هنا H1 هتساوي ال H2، تمام؟ تاني حاجة هعملها إن أنا هكنسل GH1 مع GH2 طالما ان الاثنين متساويين، بيبقى عندي B1 على رو بلس V1 سكويرد على 2 بتساوي P2 على رو بلس V2 سكويرد على 2. هاخد الترم بتاع البريشر اوديه هنا بالماينس، واخد الترم بتاع الفيلوسيتي اوديه هنا بالايه؟ بالماينس. اسال نفسي من ايكويشن نمبر 1 مين اكبر، A1 ولا A2؟ A1 اكبر من A2، البايب الاساسيه الاريا بتاعتها اكبر من البايب المساعده اللي انا بستخدمها في الاكسبيرمنت دي. طالما A1 اكبر من A2 تبقى ال V2 اكبر من V1، وطالما ال V2 اكبر من V1 يبقى الترم ده بوزيتيف، يبقى كمان الترم ده بوزيتيف، معنى كده ان البريشر عند البوينت 1 أعلى من البريشر عند البوينت 2، عكس ما كل الطلبة بتتخيل، بتتخيل عند المقطع الضيق البريشر عالي، لأ، عند المقطع الواسع البريشر هو اللي عالي، P1 أكبر من P2، وطبعًا إحنا أثبتنا الكلام ده عن طريق برنولي إيه؟ إيكويشن، طالما V2 أكبر من V1 يبقى P1 أكبر من P2. علشان يبقى ده بوزيتيف وده كمان ايه؟ بوزيتيف. ما تنساش حاجة قبل ما نسيب الايه؟ الجزء ده، فينشوري ميتر ده بيستخدم لايه؟ لقياس الفيلوستي في البايب دي، او بيستخدم لقياس الفلو ايه؟ ريت، الفوليوم فلو ريت. طيب لو أنا جيت هنا رجعت تاني قلت A1 أكبر من A2 يبقى ال V2 أكبر من V1، يبقى فعلا البريشر P1 أكبر من البريشر إيه؟ B2، تمام؟ الإكويشن اللي فاتت، الإكويشن اللي فاتت فيها مين اللي نون ومين فيها اللي أنون؟ ده جزء مهم قوي اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي، سيبك من اللي موجود ده هنجيله بعدين. الإكويشن اللي فاتت أفكرك بيها، B1 minus B2 على رو تساوي V2 squared minus V1 squared على 2. الإكويشن دي مين فيها نون ومين فيها unknown؟ طبعا هترد عليا تقول ليها كلها unknowns، انت عطينا تطبيق بالرموز، يعني مش عطينا أرقام خالص،
يعني كله بالنسبة لي unknown، مش هو ده اللي نقصده. ما تنساش اللي احنا بنتكلم عليه ده عبارة عن experiment، والexperiment ايه اللي بيبقى فيها known وايه اللي فيها unknown؟ الحاجة اللي انا اقدر اقيسها في الexperiment تبقى known، والحاجة اللي مقدرش اعمل لها measuring اقيسها تبقى دي اللي unknown. P1 البريشر عند المدخل unknown، البريشر عند البايب الضيقة unknown برضو، P1 unknown و P2 unknown، الفلوستي عند ال1 وال2 برضو unknowns. طب الاريا؟ لا الاريا تعتبر known معروفة، اقدر اجي على البايب دي واقيس الديامتر، والديامتر اقسمه على 2 يبقى جبت الراديوس، باي ار سكويرد بالكالكوليتر اقدر اجيب الاريا A1. عند البايب الضيقه اقدر اعمل ايه؟ اقدر اقيس الديامتر، والديامتر اقسمه على 2 اجيب الراديوس، باي ار 2 سكويرد يجيب لي الاريا A2. يعني بالعربي A1 و A2 هتعامل معاهم على انهم نون معروفين. ال V1 وال V2 ما عنديش جهاز يقيس لي الفيلوستي عند ال1 وعند ال2 مباشرة. البريشر B1 والبريشر B2 ما عنديش جهاز يقيس لي البريشر عند 1 وعند ال2 مباشرة. يعني بالعربي عندي B1 وB2 unknown، V1 وV2 unknown، وعندي الاريا A1 والاريا A2 دول معروفين اقدر اقيسهم يبقى يعتبروا نون. ولهذا السبب علشان اقلل الانونز شوية بعمل ايه؟ باجي على البايب الاساسية اطلع منها vertical tube رأسية، واجي على البايب الاوكسيلري اللي هي البايب الضيقة اطلع منها تيوب انبوبة، والانبوبة دي vertical وبرضو مفتوحة للهواء. ما تنساش بقى حاجة، احنا اثبتنا ان B1 اكبر من B2، يعني البريشر عند 1 اعلى يرفع لك الليكويد لمستوى عالي، البريشر عند 2 اقل يرفع لك الليكويد لمستوى اقل، يحصل فرق في الهايت H ما بين الليكويد اللي هنا والليكويد اللي هنا. تعال نعمل حاجة اسمها Pressure Analysis، يعني ندرس البريشر. البريشر عند النقطة رقم 1 بيساوي ايه؟ بيساوي البريشر بتاع الهواء اللي فوق Atmospheric Pressure بلس العمود ده من الايه؟ السائل. العمود ده من السائل ارتفاعه قد ايه؟ الهايت قد ايه؟ H بلس Y، يبقى بي اتموسفيريك بلس رو في جي اتش بلس واي. بينما البريشر عند البوينت 2 بالعربي كده، البوينت 2 شايله ايه فوقيها؟ البوينت 2 شايله فوقيها هواء، ده الاتموسفيريك بريشر، بلس شايله عمود من الليكويد. الكولوم ده العمود ده ارتفاعه واي، يبقى بيعمل بريشر رو في جي في واي. انا هنا مش مهتم بالبي 1 بكام ولا مهتم بالبي 2 بكام، انا اهتمامي بالبي 1 ماينس البي 2، الفرق في البريشر هو ده اللي انا مهتم بيه. طبعا لو جبت الفرق في البريشر الاتموسفيريك يروح مع الاتموسفيريك يطلع رو في جي في مين؟ في اتش. تمام، البي 1 ماينس البي 2 طلع رو في جي في اتش. ما تنساش من شوية سألتك هل البي 1 نون ولا انون؟ انون معرفهاش. البي 2 نون ولا انون؟ انون معرفهاش. دلوقتي بقى هسألك الفرق في البريشر بي 1 ماينس البي 2 ده اقدر اعتبره اكسبرمنتالي نون، لأن أنا أثبتت إن البي 1 ماينس البي 2 بيساوي رو في جي في اتش،
وانا الاتش دي بسهوله باي مسطره في اللاب، في الاكسبيرمنت، في المعمل، اقدر اقيس فرق الارتفاع اتش. اتش ده يمكن قياسه، وعندي الجي وعندي الرو، اقدر احسب الرو في الجي في الاتش، يعني البي 1 ماينس البي 2 اصبح معروف عندي وانا بعمل الايه الاكسبيرمنت. تمام. هاجي في المعادله رقم 2 اللي هي كانت بي 1 ماينس بي 2 على رو، هشيل البي 1 ماينس البي 2 واكتبها رو جي اتش على الرو، راحت الرو مع الرو، طلعت لي ايكويشن نمبر 2 المعدله. بعد ما شلت البي 1 ماينس البي 2 على الرو عوضت بيه، طلعت لي هي دي ايكويشن رقم 2، هي نفس ايكويشن رقم 2 اللي فاتت بس معدله بعد ما عوضت عن بي 1 ماينس بي 2 برو جي اتش. في المعادله بقى دي قول لي عندك كام نون وكم النون؟ الاتش احنا اتفقنا اقدر اقيسها تبقى معروفة، ال V1 وال V2 دول الانونز اللي عندي ولا لأ؟ يبقى المعادلة دي فيها اتنين انون V1 و V كمان ايه 2. بالاضافة لمعادلة رقم واحد اللي هي ما تنساش continuity equation A1 V1 تساوي A2 V2، المعادلتين دول هحلهم مع بعض، واحد مع اتنين ستار. معادلة رقم واحد هفكرك اللي بتقول ان A1 V1 بتساوي A2 V2، عندي الـ A1 وعندي الـ area A2. معادلة 2 ستار اهي قدامك فيها V1 و V2 unknowns، هحل الـ 2 equations مع بعض اقدر اجيب الـ V1 واقدر اجيب الـ A الـ V2. طالما جبت الـ V1 وجبت الـ V2، يعني جبت الـ velocity للليكويد هنا وجبت الـ velocity للليكويد اللي هنا، اقدر اجيب الـ flow rate. طبعا الفوليوم فلو ريت كيو هي عبارة عن A1 V1 أو A2 V2، A1 و A2 عندي، وقدرت بعد ما حليت التو إيكويشنز مع بعض أجيب ال V1 وأجيب ال A ال V2. لهذا السبب يقول لك إن فينشوري ميتر الجهاز ده بيستخدم لقياس V1، بعد ما جبت V1 و V2 أصبح عندي الفيلوستي V1 اتعرفت خلاص، ويمكن استخدامه او اقدر اعتبر انه بيستخدم لقياس الفلو ريت اللي هي كيو. بعد ما اجيب الفيلوستي سواء في 1 او في 2 اضرب في الاريا اي 1 او اضرب في الاريا اي 2 يطلع لي الفلو ريت. تمام. طيب هتيجي تسال على حاجه مهمه هنا، تقول لي احنا اخذنا زمان ان لما يكون عندي نقطتين في نفس الليكويد والنقطتين ليهم نفس الليفل يبقى النقطتين عندهم نفس البريشر. لما يكون عندك نقطتين والنقطتين في نفس الليكويد والنقطتين في نفس الليفل يبقى المفروض ليهم نفس البريشر. ليه بقى في التطبيق اللي اشتغلنا عليه ده B1 أكبر من B2؟ لأن اللي انت قلت عليه ده ناقص حاجة. لما يكون عندك نقطتين ليهم نفس الليفل وفي نفس الليكويد، والشرط التالت ان ما بيحصلش ما بينهم فلو، ساعتها تقدر تقول ان الاتنين ليهم نفس البريشر. لكن هل النقطة واحد والنقطة رقم اتنين بيحصل في بينهم فلو، ولا الفلو اللي بينهم ثابت، او يعني مش ثابت، السائل اللي بينهم اترست؟ لا، بيحصل فلو من 1 الى 2. يبقى ما تقدرش تطبق القاعده اللي انت قلت عليها. القاعده دي تتطبق لما يكون عندك النقطتين ما بيحصلش ما بينهم فلو، ولو عندهم نفس الليفل وفي نفس الليكويد ساعتها هيبقوا نفس البريشر. لكن لو بيحصل بينهم فلو ما تقدرش تطبق القاعده اللي انت قلت عليها اللي قبل كده، والكلام ده هيبان في الجزء اللي جاي على طول. تمام. ما تنساش بقى حاجة، ان انت قدرت تجيب بالجهاز ده الفلوريت في البايت الاساسية دي اللي هي رقم واحد، وتجيب الفلوستي فيها اللي هي VA1. تمام.
ساعات بيسموا التو تيوبس دول المفتوحين للهواء مانوميتر. مانوميتر ليه؟ علشان دول بيستخدموا لقياس فرق الضغط. يعني الأنبوبتين الرأسيتين المفتوحين للهواء دول كان استخدامهم فقط لقياس فرق البريشر ما بين النقطة 1 وبين النقطة 2. تمام؟ برضو لاحظ حاجة، الليكويد اللي ماشي هنا والليكويد اللي طلع هنا والليكويد اللي طلع هنا هو نفس الليكويد. يعني لو البايب دي والبايب دي ماشي فيهم مية، اللي طلع هنا مية واللي طلع هنا مية. يعني بالعربي التطبيق ده من فينشوري ميتر في ليكويد واحد اللي هو الليكويد الأساسي اللي هو ماشي في الايه؟ في البايبس. وهتفهم كلامي من الجزء الايه؟ اللي جاي بإذن الله. معايا بقى دلوقتي في ديزاين تاني لفينشوري ميتر، وكأن فينشوري ميتر ده جهاز ليه تو ديزاينز، يعني ليه اتنين موديل، موديلين يعني منه. تمام؟ وما تنساش فينشوري ميتر ده ان هو جهاز تو ميجر الفلوريت في البايب الواسعة دي. تمام؟ الديزاين التاني من فينشوري ميتر قبل ما نبدأ فيه أفكرك، B1 ماينس B2 على رو بتساوي V2 سكويرد ماينس V1 سكويرد على 2. ده برنولي إيكويشن، معدلة. وليه بقول معدلة؟ لأن كان في الترم بتاع GH1 والترم بتاع GH2 اتكنسلوا مع بعض، لأن النقطة 1 والنقطة 2 ليهم نفس الإيه؟ المستوى، ليهم نفس الهايت، نفس الارتفاع عن الأرض. GH1 وGH2 كنسلتهم مع بعض، طلعت هي دي معادلة برنولي المعدلة. وبرضو ما تنساش إن الفلوستي عند الأنبوبة الضيقة أعلى من الفلوستي عند الأنبوبة الواسعة، V2 أكبر من V1، علشان كده استنتجنا إن البريشر عند النقطة رقم 1 أكبر من البريشر عند النقطة رقم 2، P1 أكبر من P2. وما تنساش كمان إن الإكويشن دي فيها كم أنون إكسبرمنتالي، كم أنون V1 والV2 والB1 والB2، يعني فيها كم أنون؟ 4 أنونز. يعني بشكلها ده هل أقدر أستخدمها؟ لا، ما عنديش جهاز في المعمل يقرأ لي مباشرة بريشر عند النقطة 1، ولا عندي جهاز يقرأ بريشر عند النقطة 2، ولا جهاز يقرا الفلوستي عند 2، ولا جهاز يقرا فلوستي الليكويد عند النقطه رقم 1. طيب في الديزاين الاولاني استخدمت تيوبس مفتوحه للهواء من فوق، هنا بقى في الديزاين الثاني هستخدم يوتيوب مليان ليكويد ثاني، واليوتيوب دي فيها ليكويد ثاني غير الليكويد اللي ماشي في البايب الأساسية. يعني لو هنا مثلا مية، هنا بستخدم ليكويد تاني. وعلى فكرة اليوتيوب اللي أنا مركبها في البايبس دول أقدر برضو أسميها مانومتر، علشان أنا بستخدمها علشان أجيب فرق البريشر. الإكويشن دي فيها أنونز كتيرة، فأنا بحاول أجيب فرق البريشر أقلل عدد الأنونز علشان اقدر احل الايه؟ الايكويشن. برضو ما تنساش ان P1 اكبر من P2، طالما البريشر عند 1 اعلى فهيضغط السائل لمستوى تحت، والبريشر عند 2 اقل هيضغط بس المسافة ايه؟ او لليفل اقل من الليفل ايه اللي نزل هنا ده. يعني البريشر هنا اعلى فضغط السائل نزله تحت خالص، هنا البريشر P2 أقل خلى السائل نزل بس مش زي إيه؟ الطرف ده. تمام؟ الليكويد اللي أنا مستخدمه ده عمل فرق في البريشر، فرق البريشر ظهر هنا على هيئة فرق في الإيه؟ في الهايت. البريشر أعلى ضغط السائل لتحت قوي، البريشر هنا أقل ضغط السائل بس الإيه؟ لتحت شوية. خد بالك من حاجة، الليكويد اللي ماشي هنا ده الليكويد الأساسي،
ده في حالة فلو، بينما الليكويد او خلينا نقول الليكويدز اللي موجودة جوه اليوتيوب. اولا اليوتيوب، التيوب اللي على شكل حرف يو، فيها كام ليكويد؟ الليكويد ده الليكويد الاساسي، والليكويد اللي انا مخطط عليه ده الليكويد اللي انا مستخدمه، اللي هو هتعرف بعد كده ان بيبقى غالبا ميركري زئبق. الليكويد الاساسي اللي هو برضو غالبا بيبقى ساعات ميه، وهنا الليكويد اللي انا مخطط عليه ده اللي هو بيبقى غالبا ميركري. تمام. الليكويد اللي ماشي في البايبس الافقيه ده ان فلو، في حاله سريان، في حاله فلو، بينما الليكويدز اللي في اليوتيوب سواء الميركري او الميه في حاله سكون. اول ما ركبت اليوتيوب الميه نزلت وضغطت الزئبق لتحت، وشويه ميه نزلوا وضغطوا الزئبق اقل، وبعد كده خلاص الليكويدز السوائل اللي موجوده جوه اليوتيوب ما بقتش تتحرك، وقفت عند فرق ليفل معين اتش، وبعد كده ما بقتش تتحرك. يعني هنا في فلو في اليوتيوب، ما فيش بقى خلاص ايه فلو. تمام. المهم نقطة رقم واحد ونقطة رقم اتنين، الاتنين على نفس الليفل وفي نفس الليكويد، بس هل ليهم نفس البريشر؟ لا، لان بيحصل ما بينهم فلو. نقطة 1 داش ونقطة 2 داش، نقطة 2 داش جوه الميركري، نقطة 1 داش جزء منها جوه الميركري وجزء منها في المية عند السطح المشترك. النقطة 1 داش والنقطة 2 داش على نفس الليفل، والليكويد اللي بينهم هل متحرك ولا اترست؟ اترست، مفيش هنا فلو جوه اليوتيوب. يبقى النقطة 1 داش والنقطة 2 داش الاتنين ليهم نفس البريشر، بي 1 داش تساوي بي 2 داش، لأن نقطة 1 داش والنقطة 2 داش النقطتين دول يتطبق عليهم الشرط اللي قلناه قبل كده. أولا في نفس الليكويد اللي هو الميركري، ثانيا ليهم نفس الليفل، ثالثا الليكويد اللي بينهم الميركري اللي بينهم خلاص ما بقاش بيتحرك at a at rest. طيب نقطة رقم واحد داش شايلة ايه فوقيها؟ شايلة ايه؟ شايلة النقطة رقم واحد زائد ارتفاع من المية مقداره h plus y. يبقى البريشر عند النقطة رقم واحد داش بيساوي بريشر عند بي 1 زائد ارتفاع h plus y مليان بالرو بالمية. طيب والبريشر عند النقطة 2 داش بي 2 داش، النقطة 2 داش شايلة ايه؟ شايلة النقطة رقم 2 بريشر بي 2 بلس ارتفاع من الميركري مقداره اتش رو داش جي اتش، رو داش دي الدنسيتي بتاعت الميركري، بلس شايلة ارتفاع مقداره واي من المية. الواي ده يعمل بريشر رو جي واي من المية رو. طبعا هنا انا عايز اجيب بي 1 ماينس بي 2، دي اللي انا بدور عليها، فرق البريشر ما بين النقطة 1 والنقطة رقم 2، فهاخد البي 1 ماينس البي 2، هلاقي ان الرو جي واي هتروح مع الرو جي واي، وهلاقي ان البي 1 ماينس بي 2 هيساوي جي اتش في رو داش ماينس رو. وده يأكد لك حاجة، احنا متفقين من الأول ان الـ P1 أكبر من الـ P2، يبقى غصب عني رو داش أكبر من رو، يعني بالعربي لازم استخدم ليكويد أتقل من المية، أو استخدم ليكويد أتقل من الليكويد اللي ماشي في البايبس، والليكويد ده غالبا بيكون ميركري، لأن الميركري الدنستي بتاعته أكبر من الدنستي بتاعت المية. رو ده الدنسيتي بتاعت الليكويد اللي ماشي في البايب الأفقية، والرو داش ده الدنسيتي بتاعت الليكويد اللي أنا مستخدمه جوه اليوتيوب.
تيوب. طبعا السؤال الايه المتوقع، هل اقدر اقيس الاتش؟ اه طبعا باي مسطره اقدر اقيس فرق ليفل المركري، يعني اتش كان بي ميجرد. تمام. طيب اجي اخد الرو جي سوري الجي اتش رو داش ماينس رو، احطها بدل البي 1 ماينس بي 2، تبقى هي دي ايكويشن 2 بعد ما عدلتها، بعد ما عوضت عن بي 1 ماينس بي 2. تمام. الايكويشن دي فيها ايه اللي معروف وايه اللي مجهول؟ اولا الجي 9.8، اتش اقدر اقيسه فرق ارتفاع المركري، الرو دينستي الليكويد الاساسي اللي هنا اللي بيبقى غالبا ميه 1000، رو داش دي دينستي الليكويد اللي انا مستخدمه هنا اللي هو غالبا بيبقى مركري 13600. يعني كل الطرف الشمال ده اقدر احسبه، بقى عندي المجهول في 2 وفي اي 1. ارجع اقول بقى تاني الايكويشن اللي طلعت دي فيها مجهولين في 1 وفي 2، احلها مع ايكويشن 1. افكرك بيها ايكويشن نمبر 1 كانت الكونتينيوتي ايكويشن، اي 1 في 1 بتساوي اي 2 في 2، احل التو ايكويشنز اقدر اجيب الفي 1 والفي 2. وانس جبت الفي 1 والفي 2 اقدر اعوض اجيب الفلوريت اللي هي الفلوريت في البايب الايه اللي هنا، اللي هي بتساوي الفلوريت في البايب الايه اللي هنا. وما تنساش ان اليوتيوب دي انا استخدمتها ليه؟ علشان اجيب فرق البريشر بي 1 ماينس بي 2. يعني فينشوري ميتر ليها تصميمين، تو ديزاينز. الديزاين الاولاني بطلع هنا تيوبس مفتوحه للهواء، الديزاين الثاني بستخدم يوتيوب مليانه غالبا ميركري، سائل تقيل زي الايه الميركري. وسواء اليوتيوب او التيوبس اللي مفتوحه للهواء كنت بستخدمهم ليه؟ علشان اجيب البي 1 ماينس الايه البي 2، فرق البريشر ما بين النقطه 1 والنقطه رقم 2. خد بالك في البريشر اناليسز اللي انا عملتها هنا، هل ظهر عندي بي اتموسفيرك؟ لا، لان في الديزاين ده اللي هو بيستخدم يوتيوب مفيش هنا حاجه مفتوحه للهواء، اليوتيوب مقفوله. عكس الديزاين الاولاني كان عندك تو فيرتيكال تيوبس مفتوحين للهواء، عشان كده ظهر معانا في الاستنتاج كلمة بي اتموسفيرك اللي هو الضغط الايه الجوي. تمام. نختم بقى دلوقتي ببروبلم على فينشوري ميتر، بس قبل ما نبدأ البروبلم دي نسأل نفسنا فينشوري ميتر ليه كام ديزاين؟ اتنين. الديزاين الاولاني يفرق عن التصميم التاني في ايه؟ الديزاين الاولاني بجيب فرق البريشر بتو تيوبس مفتوحين للهواء، والديزاين التاني بستخدم يوتيوب مليانة ميركري. السؤال هنا، يا هل ترى مين الديزاين المور براكتيكال اللي هو يعني عملي اكتر يستخدم يفضل في الاستخدام؟ هنعرف لما نحل البروبلم دي. بيقول لي اكونستريكتد بايب، يعني بايب فيها كونستريكشن، يعني بايب فيها جزء ضيق، with two respective diameters 16 سنتيمتر و 8 سنتيمتر. ده diameter الجزء الواسع من البايب، وده diameter الاوكسيلري بايب اللي هي الجزء الضيق من البايب دي 1 ودي 2. فيتد مع 2 مانومتر تيوبس open to air، يعني واضح ان الفنشوري ده مستخدم الديزاين الاولاني اللي هي مانوميتر تيوبس مفتوحين للهواء. الووتر اللي ماشي عمل فرق ليفل في المانوميتر 9 سنتي، يعني الاتش فرق ارتفاع المية في المانوميتر اللي هو الفيرتيكال تيوبس المفتوحين للهواء 9 سنتي. هو عايز الابسوليوت بريشر ديفرنس ما بين التو سيكشنز، يعني عايز بي 1 ماينس ايه بي 2.
سيبك من هو عايز ايه، تعالى ايه نحل بروبلم بطريقة عامة. اعطي لك الدياميتر دي 1 واعطي لك الدياميتر دي 2، يبقى ريديوس البايب الواسعة 8 سنتي وريديوس البايب الهوريزونتال الضيقة 4 سنتي. فرق ارتفاع الووتر في التيوتيوبس المفتوحين للهواء 9 سنتي. انا عندي هي دي الايكويشن بتاعت الديزاين الاولاني والتاني، بي 1 ماينس بي 2 على رو بتساوي في 2 سكوارد ماينس في 1 سكوارد على 2، بس هعوض عن بي 1 ماينس 2 برو جي اتش، دي بتاعت الديزاين الاولاني. رو جي اتش على رو بتساوي في 2 سكوارد ماينس في 1 سكوارد على 2، الرو تروح مع الرو يبقى جي اتش. ادي المعادله اللي عندي. المعادله دي فيها كام انون؟ في 2 وفي 1. اتش عندي اللي هي 9 ايه سنتي، تمام. هو كان طالب البريشر ديفرنس بي 1 ماينس بي 2. البريشر ديفرنس بي 1 ماينس بي 2 بيساوي رو في جي في اتش. رو 1000، جي 9.8، اتش فرق الارتفاع كان 9 سنتي 0.09. كده جبت له بريشر ايه ديفرنس. طيب الايكويشن دي زي ما قلت فيها كام انون؟ في 1 وفي 2. هحلها مع الكونتينيوتي ايكويشن، A1 V1 بتساوي A2 في V2. عندي A1 by R1 squared by R2 squared دي A2، الباي تروح مع الباي، عندي الR1 وعندي الR2 هعوض بيهم، تطلع V2 على V1 بأربعة، النسبة بين V2 و V1 بأربعة، هاخد إن ال V2 أربعة V1، ال V2 أربع أضعاف V1، وهعوض بيها هنا، يعني بالعربي هكنسل الـ A الـ V2 وحطها بـ4 V1، يعني بالعربي هحل معادلة 1 ومعادلة 2 مع بعض. بعد ما حلهم مع بعض أقدر أجيب الـ V1 وأقدر أجيب الـ V2، وزي ما قلت لك طالما جبت الـ V1 والـ V2 أقدر أجيب الفلوريت باي R1 سكويرد V1 أو باي R2 سكويرد في V2، كده طلع لي الفلو إيه؟ بس الفلوريت اللي طلعت دي هي عبارة عن ايه؟ عن الفوليوم فلوريت. هو كان طالب هنا الماس فلوريت، فاخد الكيو اضربها في الرو يطلع لي الماس فلوريت. خد بالك حتى هذه اللحظة البروبلم على فينشوري من الديزاين الاولاني، تمام؟ طيب جبت الفيلوستي V1 و V2 بعد ما حليت التو equations مع بعض، الإيكويشن دي مع الكونتينيوتي إيكويشن حليتهم، قدرت أجيب V1 و V2. وانس جبت ال V1 وال V2 أقدر أجيب الماس سوري الفوليوم فلوريت. وبعد ما جبت الفوليوم فلوريت ضربت في الرو عشان هو كان طالب الماس فلوريت. طيب بيقول لك إيه بقى دلوقتي؟ لو أنا عملت ريبليس للتيوبس المفتوحة للهواء بيوتيوب مليانة ميركوري وعطلك الدنستي بتاعت الايه الميركوري، لو التيوبس المفتوحين للهواء ريبليسد باي يوتيوب مليان ميركوري، عايز فرق الهايت للميركوري، تمام؟ يعني غيرت من ديزاين واحد لديزاين رقم اتنين. خد بالك انا لا غيرت البايب الواسعة ولا غيرت البايب الضيقة، R1 و R2 زي ما هما، ما غيرتش الفلوريت Q، نفس الفلوريت اللي ماشية في البايبس الأفقية ما اتغيرتش. كل اللي انا غيرته طريقة قياس فرق البريشر، بدل ما بقيس فرق البريشر بتيوبس مفتوحة للهواء بقيس فرق البريشر هو هو بنفس القيمة بيوتيوب مليانة ميركوري، تمام؟ في الحالة دي طالما ما غيرتش لR1 ولا R2 ولا غيرت V1 ولا V2 ولا Q طبعا، يبقى أقدر في الجزء الثاني أستخدم نفس الـ V1 والـ V2 اللي جبتهم ولا لأ؟ آه هم
V1 و V2 مش هتغيره، علشان لا غيرت التيوب الواسعة ولا التيوب الضيقة اللي هم هوريزونتال دول، ولا غيرت الفلو ريت. بس المرة دي بقى V2 squared minus V1 squared على 2 حسويها بجي H mercury رو داش minus رو على رو. يعني في الحالة دي ال B1 minus ال B2 هيبقى بيساوي جي H mercury رو mercury minus رو water. تمام؟ دي الإكويشن المعدلة، ده لو استخدمت اليوتيوب اللي مليانة mercury. ال V2 عندي قيمتها، ال V1 عندي قيمتها، G9.8 رو داش دنستي الميركري أعطيها لي، رو دنستي المية بألف، ساعتها أقدر أجيب ال H ميركري. تطلع ال H للميركري فرق ارتفاع الزئبق في اليوتيوب 7.15 × 10⁻³ متر، يعني بالعربي كده 7 ملي. جبت الـ H mercury اللي هو كان طالبها، طلعت 7 ملي. أنا بقى بسألك في نهاية البروبلم، أيهم أحسن؟ إنك تستخدم الديزاين الأولاني ويبقى عندك فرق ارتفاع المية في التيوبس المفتوحة للهواء 9 سنتي، يعني هتقيس مسافة مقدارها 9 سنتي، ده فرق ارتفاع المية في التيوبس المفتوحة للهواء، ولا تستخدم الديزاين التاني؟ والديزاين التاني هيجيب لك فرق هايت 7 ملي. السبعة ملي ده فرق بسيط قوي، ده أقل من 1 سنتي، يعني الخطأ فيه وارد. تقيس 9 سنتي في التجربة ولا تقيس 7 ملي؟ طبعا 9 سنتي. يعني في البروبلم دي ايه الديزاين المفضل استخدامه؟ الديزاين الأولاني اللي هو 2 تيوبس مفتوحين لمين؟ للهواء. ساعتها فرق الارتفاع هيبقى 9 سنتي، والتسعة سنتي دي تقدر تقيسها بسهولة. التسعة سنتي وانت بتقيسها في المعمل لو غلطت في ملي من التسعة سنتي ولا حاجة، ما يعمل لكش ايرور كبير. بينما لو انت استخدمت الديزاين التاني وكان عندك فرق الارتفاع 7 ملي، فالسبعة ملي دي صغيرة قوي، فلو غلطت في ملي منهم دي كارثة، يعمل لك ايرور كبير. يعني بالعربي في البروبلم دي يفضل استخدام الديزاين الاول عن الديزاين التاني. على فكرة بقى في بروبلم تانية بأرقام مختلفة ممكن تلاقي ان الديزاين التاني هو المفضل عن الاولاني. يعني الديزاين التاني اللي هو يوتيوب مليانة ميركوري يعمل لك في البروبلم دي فرق ارتفاع 5 سنتي، بينما لو استخدمت تيوبس مفتوحة للهواء يعمل لك فرق ارتفاع 120 سنتي. ساعتها مين اللي يفضل؟ الخمسة سنتي. انت مش هتجيب تيوبس مفتوحة للهواء فرق الارتفاع 120 سنتي، ده فرق ارتفاع كبير، يعني لازم تجيب انابيب رأسية طويلة قوي تعمل فرق ارتفاع 120 سنتي. ساعتها بقى يفضل تستخدم يوتيوب، اليوتيوب تعمل مثلا فرق ارتفاع 5-6 سنتي تبقى مفضلة عن التيوبس اللي هي open to air. يعني اختصار الكلام، مين الديزاين المفضل؟ الديزاين المفضل هو اللي يعمل لك فرق ارتفاع can be measured. وفرق الارتفاع اللي can be measured ده خواصه ايه؟ لا يكون صغير قوي وساعتها يظهر فيه الايرور كبير، ولا يكون كبير قوي يبقى not practical. تمام؟ يعني يبقى في حدود السنتيمترز، لا يبقى في حدود الميترز ولا يبقى في حدود المليمترز، يبقى حاجة تقدر تقيسها بسهولة. تمام؟